استقباله وفد الكونغرس الأمريكي، الرئيس السيسي يؤكد أن حل الدولتين مسار لتحقيق العدل والسلام والأمن للمنطقة. إدانات دولية وعربية لمجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم للنازحين برفح الفلسطينية التي خلفت عشرات الشهداء والمصابين. اللجنة الوزارية العربية تبحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة. نشرة أخبار الرابعة عصرا تأتيكم من قناة النيل للأخبار، أهلا بكم. أهلا بكم وإلى تفاصيل جولتنا. شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية بوصفه مسارا لتحقيق العدل والسلام والأمن لشعوب المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسة السيناتور جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ. من جانبه أكد الوفد الأمريكي أن زيارته تأتي في إطار الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر، منوهين إلى إسهامها الكبير كركيزة للاستقرار الإقليمي، لافتين إلى الدور المصري الجوهري في دفع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى الجهود الهائلة التي تبذلها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إنه نظرا للأوضاع الحالية المحدقة بالبلاد فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع يوم السبت المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وأوضح المنسق العام في بيان بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها. أدانت مصر بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، وذلك في انتهاك جديد وسافر للقانون الدولي الإنساني وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. واعتبرت مصر هذا الحدث المأساوي إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العزل والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة الإنسانية. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا النهارده يعني اعبر عن برضو سعادتي وتشرفي الحقيقه بوجود هذه الجوله اللي كانت اساسا في مدينه برج العرب التابعه لمحافظه الاسكندريه، ونهيناها هنا في على مدخل اسكندريه باحد مشروعات التنميه والتطوير العقاري اللي بتقوم بها الدوله.
وطبعا الحقيقه انا كنت بشرف النهارده بصحبه عدد من الساده الوزراء، زملائي معالي وزير الزراعه، معالي وزير الصناعه، معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معالي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، ورئيس تنفيذي لهيئه الاستثمار. والحقيقه كعهدنا يعني الحقيقه في كل الجولات اللي بنقوم بيها حاليا تركيزنا كله على القطاعات اللي احنا قلنا ان هي دي القطاعات المهم جدا الدوله تركز عليها في خلال الفترة القادمة علشان تقود الاقتصاد المصري وتكون قاطرة التنمية وتحقق المرجو من معدلات النمو العالية وتشغيل وفرص التشغيل الكبيرة. ودايما هتكلم عليهم الأربع قطاعات الرئيسية: قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم قطاع السياحة. ولو حضراتكم يعني نشوف كده، احنا بدأنا فعلا الجولة في واحدة من المزارع النموذجية كبداية، واللي مرتبط بيها تصنيع زراعي او تصنيع منتجات الالبان والمنتجات الغذائيه. والحقيقه دايما في كل زياراتي انا عايز بس ااكد على حضراتكم، مش مجرد ان احنا بنعرض المشروع، ولكن بنناقش مع القطاع الخاص كيفيه توسيع وتطوير مشروعاته بما يحقق تقليص الفجوه الاستيراديه اللي احنا النهارده كمصر بنقول عندنا هي دي هي المشكله. فالحقيقه النهارده لما كنا بنتكلم مع المديرين وملاك المشروع بتاع المزرعة النموذجية ومشروع اللي حضراتكم شايفينه من أكبر المشروعات للإنتاج الحليب، اتكلمنا معاهم على مشروع جديد لإنشاء مصنع لإنتاج اللبن البودرة. مصر بتستورد أكتر من 100,000 طن في السنة لبن بودرة، ودي تكلفتهم الاستيرادية عالية جدا. فالنهاردة كنا بنتكلم مع القطاع الخاص على بدء إنشاء مصنع وبأسرع وقت ممكن علشان يغطي جزء من احتياجاتنا في هذا الموضوع. ده شغلنا الشاغل في كل زياراتنا وفي كل لقاءاتنا، وحضراتكم بتتابعوا أكيد معايا على مدار الأسبوع بيبقى دايما عندي اجتماع ثابت مع المجالس التصديرية والغرف، غرف الصناعات المختلفة، وكل شغلي مع هذه الغرف والمجالس التصديرية إزاي نزود إنتاجنا، إزاي نزود صادراتنا عشان أقلل الفاتورة الاستيرادية بتاعتي. امبارح كان عندنا لقاء مع واحدة من أكبر الشركات الأجنبية اللي فتحت في مصر، واللي شرفنا فخامة الرئيس بافتتاح المصنع بتاعها، وكنا بنتكلم معاهم على إن شاء الله على نهاية عام 2025 هيكون بينشئوا وبينتجوا وبيشغلوا واحد من أكبر المصانع لإنتاج التكييفات المركزية الضخمة، اللي هي التكييفات اللي بتشتغل وتشغل مستشفيات وتشغل منشآت تجارية والكلام ده كله، لان دي كانت فاتورتها الاستيرادية كبيرة جدا. انا بدي لحضراتكم امثلة ازاي تركيزنا على تقليص الفجوة الدولارية اللي احنا كمصر دائما كان ده هو المرض المزمن للاقتصاد المصري. دائما اجمالي فاتورة الاستيراد بتاعتنا اكبر من الصادرات، او مواردنا اقل من استهلاكنا في العملة الصعبة. فده نتيجة لكده مصر بتتعرض دايما كل فترة لأزمة، وبنضطر ان احنا بتحصل أزمة اقتصادية ونضطر ان احنا ناخد إجراءات لتحرير سعر الصرف. من غير ما نحقق التوازن فيما يخص مواردنا من العملة الصعبة والاستهلاك والصرف بتاعنا، هتظل هذا التحدي الموجود. عشان كده شغلنا الشاغل ان فترة زمنية نكون في حدود 3 سنوات نحقق هذا الهدف، ان يبقى مواردنا على قد مصروفاتنا. انا عايز اقول لحضراتكم مع الاصلاحات الاقتصادية اللي عملناها مؤخرا، ومع الخطوات اللي احنا بنقوم بيها وعودة الانتاج وعودة التصدير مرة اخرى، وابتدت الازمة الاقتصادية الخانقة اللي كنا مرينا بيها على مدار السنة ونص اللي فاتوا تبدأ انها يعني تختفي، النهاردة اذا نحينا جانبا، وده اللي انا هتكلم عليه بعد كده بالتفصيل، نحينا جانبا فاتورة المواد البترولية اللي احنا بنستوردها علشان احتياج الدولة، احنا محققين هذا التوازن. يعني اذا نحينا جانبا الفاتورة الاستيراد المواد البترولية، احنا بقينا النهاردة محققين توازن فيما يخص مواردنا وصد مصروفاتنا كدولة. كل اجهزة الدولة مع القطاع الخاص بقينا نقدر نقول ان احنا حققين تقريبا هذا التوازن. فيبقى هو معضلة الفاتورة الاستيراد المواد البترولية. وبالتالي اللي احنا بنتكلم عليه عندنا خطتنا ازاي على مدار الفترة القادمة ان احنا نقدر نزود كل سنة بمستهدفات واضحة بارقام واضحة
مواردنا من العملة الصعبة، نزود صادراتنا، نقلل فاتورة الاستيراد في مقابل ان احنا بنعمل حوكمة لعملية الاستيراد، وبالتالي نقدر فعلا نحقق هذا الهدف، وبالتالي نجنب مصر ان شاء الله انها تتعرض مرة اخرى لهذه النوعية من الهزات الاقتصادية. نيجي نتكلم يمكن على الشيء المهم جدا اللي يعني فخامة الرئيس كان فتحه في منذ يومين في اثناء المشروعات وافتتاح مشروعات الخاصة بجنوب الوادي وتوشكا، وهو فاتورة احنا النهاردة كدولة بنتحمل ايه، وفاتورة الدعم للمنتجات الرئيسية اللي الدولة تحملتها على مدار الفترة الماضية. وده يقودني للكلام على منظومة الدعم بصفة كاملة. وخلينا ابدأ برغيف الخبز. انا عايز اتكلم على هذه النقطة شديدة الاهمية، واذكر حضراتكم قبل كورونا، قبل ازمة كورونا، كان كل الكلام على ان لابد من التحرك في سعر رغيف الخبز، وان احنا كدولة بقت فاتورة الدعم الكبير جدا للخبز كبيرة جدا، ولازم ان احنا سيظل الخبز مدعوم. انا بس بأكد على هذا الموضوع، ولكن احنا بنتكلم على ان لازم يبقى فيه تحرك يعادل او مش يعادل، يعني يتناسب مع الزيادات الرهيبة اللي بتحصل في سعر رغيف الخبز. انا عايز بس اقول لحضراتكم احنا بنتحرك ازاي. كوزارة التموين اللي هي معنية بانتاج الخبز، احنا تاني عشان ااكد لحضراتكم الرقم اقربه، مصر بتنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا. 100 مليار رغيف الدولة بتبيعه بخمس قروش، يعني اجمالي ما تتحصل عليه الدولة من 100 مليار 5 مليار جنيه. طيب احنا بنشجع ان ناخد بقدر الامكان الانتاج من القمح اللي بيبقى من الدولة المصرية، وبنحفز الفلاح المصري علشان نقلل فاتورة الاستيراد ونقلل العبء على الدولار، بنحفز الفلاح المصري انه يورد. وجزء من التحفيز ان احنا ابتدينا نزود بصورة كبيرة جدا سعر توريد الاردب بتاع القمح. انا هدي حضراتكم بس الارقام. السنة المالية اللي فاتت 22-23 اللي كان موضوع في الموازنة ان توريد سعر الاردب يبقى 1100 جنيه. نتيجة للظروف الاقتصادية، وحضراتكم تتذكروا هذه السنة كانت جزء من الازمة العالمية كبيرة جدا والتضخم واسعار القمح اللي يعني العالمية، انا مش بتكلم على هنا لا ليه علاقة بسعر صرف ولا اي حاجة، احنا كنا بنجيب قمح ب 260 و270 دولار قفز الى 540، ده السعر العالمي في هذه الفترة. وحضراتكم اذكركم مع الازمة الروسية الاوكرانية وشفنا فترات شديدة الصعوبة. عملنا ايه؟ طلعنا بقرار ان احنا نعمل زي نوع من الحافز للتوريد، سمينا كده حافز استثنائي للتوريد، زودنا 400 جنيه. فطلعنا نهينا الموسم السنة اللي فاتت ان يبقى سعر توريد الاردب 1500 جنيه. طيب السنة دي احنا بدأنا السنة دي، انا بدي لحضراتكم بس الرقم اللي كان موجود في الموازنة، ان هنبقى سعر توريد الاردب 1250 جنيه. دي اللي كانت وزارة المالية حطاه طبقا للاسعار وطبقا للمستهدفات. جينا قبل بداية موسم الزراعة عشان نحفز، اعلنا ان احنا هنزود سعر التوريد الى 1600 جنيه، وقلنا برضو هننظر قبل الحصاد ونشوف الاسعار العالمية ايه، لان كل هدفنا نشجع الفلاح ان هو يورد للدولة، لان ده بيمثل جزء ليس بالقليل. وعايز اقول لحضراتكم اللي بيورده الفلاح المصري بيمثل نقدر نقول 35-40% من احتياجات القمح للخبز المدعم. انا مش بتكلم على الخبز العادي اللي بناخده من الفلاحين عندنا، بيمثل من 35-40% او تقريبا. طب عملنا ايه؟ رحنا رافعين من 1600 الى كام؟ 2000 جنيه. فلكم ان نعرف ان احنا من 1250 كانت محطوطة في الموازنة، النهاردة بنسلم الفلاحين، والحمد لله احنا حاليا في يعني في نهايات موسم الحصاد، والارقام الحمد لله جيدة جدا اللي احنا بتتورد لنا، لكن بندي الفلاح 2000 جنيه على الارداب. طب انا عايز اقول لحضراتكم
ما دفعناه حتى هذه اللحظة للفلاح المصري حتى هذه اللحظة، والموسم لسه قدامنا شهر كمان، اللي دفعته وزارة المالية لغاية الفاتورة بتاعت امبارح 40 مليار جنيه للفلاحين. ده بخلاف القمح اللي بنستورده بالدولار عشان نجيبه ونكمل بيه منظومة الخبز. فبالتالي احنا بنتكلم على حجم دعم لرغيف الخبز يتخطى 100 مليار جنيه. نتكلم في 110-115 مليار جنيه، ده دعم حقيقي لرغيف الخبز. فبالتالي احنا كدولة كنا حريصين الفترة اللي فاتت في خضم الأزمة الغير مسبوقة اللي كانت موجودة، ما كانش عندنا الرغبة ان احنا نحمل أعباء إضافية على المواطن، وكنا دايما بنحط هذا الموضوع، بناخد الموضوع بهذا الشكل. وبالتالي تحملت الدولة كل الأعباء الكبيرة جدا دي في سبيل ان احنا نحاول بقدر الامكان الحاجات اللي نقدر احنا كدولة نتحملها نتحملها. لكن فعليا هل نقدر نتحمل الكلام ده الى الابد؟ بالتأكيد لا، مستحيل مستحيل. وبالتالي كان ضروري ان احنا نرجع تاني للكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل الأزمة حتى بتاعت كورونا وكل الأزمات دي، إن لازم يحصل نوع من التحرك في سعر الخبز علشان مجرد نقلل من الحجم الرهيب اللي موجود من الدعم. مازال هيظل الخبز مدعوم بصورة كبيرة جدا، سيظل الخبز مدعوم بصورة كبيرة جدا، لكن لازم نبقى واخدين بالنا إن الدولة طاقتها لا تتحمل إن الزيادات الكبيرة جدا اللي حصلت والطفرات اللي أنا بقولها لحضراتكم. هو إحنا من سنة كان مفروض ان احنا ناخد القمح بألف ومية، النهاردة بألفين فقط على قد اللي احنا بناخده من السوق المصري. فده اللي احنا بنتكلم عليه في هذه القضية. نيجي بقى لقضية الطاقة، ويمكن يعني سيادة الرئيس طلب ان احنا نتكلم في هذه القضية بصورة كبيرة جدا، ومعالي وزراء الكهرباء والبترول اتكلموا على مدار اليومين اللي فاتوا، واسمحوا لي ان انا اجمع الموضوع كله مع بعضه النهاردة. إنتاج الكهرباء بيعتمد بصورة أساسية على الوقود التقليدي. الوقود التقليدي وهو الغاز الطبيعي والمازوت اللي هو ضمن هذه المكونات، ومعاها الطاقة الجديدة والمتجددة اللي احنا موجود عندنا حصة ثابتة من السد العالي كانت موجودة في وقت ما، كانت هي دي اللي بتمثل الغالبية العظمى من احتياجات مصر، ولكن مع النمو الكبير جدا السكاني والنمو العمراني أصبحت تمثل أقل من 10% من إنتاج مصر من الطاقة، أقل بكثير. يعني إحنا بنتكلم في 7% أو 6%، ده جزء من الطاقة الجديدة، لأن بنعتبر طاقة السد العالي طاقة متجددة أو طاقة نظيفة. كان لازم نروح للطاقة الشمسية والطاقة الرياح، واحنا شغالين في هذا الموضوع ولدينا الخطط الكبيرة في هذا الامر، ولكن برضو ما كناش نقدر نتوسع قوي في الخمس ست سنين السابقين في هذا الموضوع، لان كانت الاسعار بتاعت الانتاج عالية جدا، وهذه المشروعات اللي بيعملها قطاع خاص وفي الغالب بتبقى استثمارات خارجية، وبيطلب ان احنا ندفع مقابل هذه الخدمة بالدولار. فاحنا كانت الدولة حريصة انها ما تنجرفش بانها تعمل مشروعات ضخمة جدا تحملنا فاتورة كبيرة جدا، وبالتالي لما الاسعار نزلت وبقينا النهاردة واصلين لاسعار غير مسبوقة توسعنا في العقود بتاعت هذا الموضوع. لكن اي مشروع النهاردة بنوقعه وحضراتكم بتشوفوه واحنا بيتوقع في مجلس الوزراء قدامه على الاقل سنتين ونص وثلاثة عقبال ما يدخل جوه التشغيل والانتاج الفعلي. نيجي بقى للاسعار بتاع المنتجات والمحروقات كلها اللي بتدخل في انتاج الكهرباء. مصر ربنا يعني حباها بحجم محدد من المواد البترولية والغاز الطبيعي، 60% واكتر من 60% من الغاز الطبيعي اللي بتنتجه مصر بيروح لاستهلاك الكهرباء. انا بقول لحضراتكم الرقم. طيب تكلفة استخراجه من غير ما احط عليه اي نوع من الاعباء، تكلفة استخراجه على الدولة يعني بيكلف الدولة كام؟ اللي انا بطلعه من ارضي وبتاعي بيكلفني 4.25 دولار سنت زي ما بنقول للوحدة،
طب انا بديه للكهرباء وزاره الكهرباء عشان يستخدمه في محطاته بكام؟ انا ما بديهولهوش باربعه وربع، بديه بتلاته. فده لوحده ادي رقم عشان نبقى عارفين قد ايه احنا متحملين فقط في الجزء ده. لكن ما هو الكهرباء لسه محتاجه مازوت ومحتاجه كميات اخرى من الغاز ان احنا نجيبها علشان تجابه الاحتياجات الكبيره اللي بتزيد كل سنه. احنا دوله مش ثابته يا جماعه، احنا كل سنه في نسبه نمو سكاني كبيره، والنمو السكاني ده بيترجم الى وحدات سكنيه زي اللي ورانا عشان الناس تسكن فيها، الى مصانع لازم تتعمل علشان الناس تشتغل فيها، الى مناطق تتعمل عشان يبقى دي مدن واماكن الناس تعيش فيها، وبالتالي الاستهلاك بتاع الكهرباء بيزيد ما بيقلش ولا بيثبت. فبالتالي فاتوره احتياجات الكهرباء من المواد البتروليه كل سنه بتزيد. بنحاول نسارع الخطى ان ندخل الطاقه الجديده والمتجدده علشان تعوض هذا الموضوع وتقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، لان العالم كله متجه الى الطاقه النظيفه والتحرك لهذا الموضوع. ويمكن مشروع، عشان باكد، مشروع انشاء المحطه النوويه في الضبعه في الاساس علشان ان احنا ندخل موضوع الطاقه النظيفه وندخلها معانا في ضمن باقه الطاقات بتاعتنا. لكن نرجع، يبقى معنى كده المازوت اللي انا بجيبه كمان، وده في جزء برضه مكون محلي وجزء بستورده بصوره كبيره جدا. النهارده انا بديه للكهرباء وبستورده من الخارج بتلات اضعاف القيمه اللي المفروض الحقيقيه اللي تبقى موجوده. انا بس بوري حضراتكم مدى الضغط اللي بتبقى الدوله بتتحمله في سبيل ان احنا ازاي نلبي احتياجات الدوله المتزايده. خلينا نرجع لما حصلت الازمه الاقتصاديه، وعايز بس اقف قدام ارقام محدده، لان بعض الناس بيقولوا هو ما بيحصلش دعم للطاقه، انتوا خدوا بالكم، لا ده المفروض ان الدوله النهارده بتقول لكم عليه ده، ما هو الرقم كله بالدولار، فاللي حصل بسبب التعويم فهو الارقام زادت. لكن انا عايز بس ادي مثل واحد، سنة 21-22 متوسط سعر برميل البترول 54 دولار. خلينا أقولها سنة 21-22 بالظبط، 20-21 أنا آسف، 54 دولار. طيب 21-22 لما بدأت نص في نص السنة بالظبط حصلت الحرب الروسية الأوكرانية، متوسط السنة 92 دولار للبرميل، من 54 ل 92. السنتين اللي بعديهم اللي احنا فيهم السنة دي المتوسطات بنتكلم 85-87 دولار. فهناك قفزة لوحدها في سعر البرميل بتاع البرنت بيزيد بأرقام كبيرة جدا. أنا بس بدي لحضراتكم النبذة عن مدى التحدي اللي موجود. أنا كدولة المفروض كنت بعمل إيه؟ هيئة البترول وشركات الكهرباء هي هيئات اقتصادية بالكامل، المفترض انها تبقى كهيئة اقتصادية تعمل ايه؟ احنا ما بنقولش ما تكسبش، ولكن على الاقل ما تخسرش ولا تحمل الدولة شيء. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل احنا اذكر حضراتكم كان معالي وزير الكهرباء من فترة، يمكن من 2018، وضع خطة وقال انا في خلال 5 سنوات هوصل الى زيرو دعم وهقدر ان انا احقق هذا الموضوع. انما احنا فوجئنا بالصدمات العالميه الرهيبه اللي حصلت، اللي العالم كله النهارده بيتكلم عليها بيئن منها، والتضخم الكبير اللي بيحصل على مستوى العالم، الازمه الكبيره اللي احنا موجودين، ادت الى ان اختلال المنظومه اللي هو كان حاططها علشان ان هو يصل الى زيرو دعم كان المفروض في 2023. طيب لما ابتدت الأزمة الكبيرة دي تحصل، الطبيعي إن أنا كنت أعدل الخطة بتاعتي وأزود الأسعار، مش كده برضو ولا أنا؟ بالمنطق. لكن إحنا خدنا قرار في خضم الأزمة، وأذكر حضراتكم قعدنا سنة ونص كاملين عملنا إيه؟ ثبتنا كل حاجة. طب على في السنة ونص دول مين اللي متحمل الفاتورة؟
الدولة بأرقام كبيرة جدا. يا ريت إن أنا بجيبها بالجنيه، ده أنا بجيبها بإيه؟ بجيبها بالدولار، بستلفها بالدولار في وقت الفايدة على الدولار نفسها بدل ما كانت 1% و2% بقينا بنتكلم في 5.5 و6 و7 و8%. أنا بس عشان المواطنين يعرفوا حجم اللي تحملته الدولة في الفترة اللي فاتت قد إيه، والفاتورة بتاعت الدعم وفاتورة اللي تحملته الدولة بكل الإمكانيات. مش ممكن كان أي دولة تتحمل هذا الكلام في هذه الفترة بحجم صدمات غير مسبوقة، عمال يحصل كل كام شهر بتحصل صدمة جديدة مش معمولة في الحسبان. فارجع تاني، الكهرباء ما خدتش هذا الإجراء. نتيجة لكده النهاردة معالي الوزير الكهرباء قال أنا عندي النهاردة لو على السعر اللي موجود النهاردة للكهرباء بالسعر الوقود اللي أنا باخده من البترول أنا هبقى عندي خسائر 140 مليار جنيه. 140 مليار جنيه. طب دي شركات الكهرباء المفروض شركات اقتصادية، طب ما هو مين اللي هيدخل علشان يسند الشركة وما تقعش؟ الدولة. فبقى عندي الفاتورة زي ما بقول لحضراتكم هذا الرقم. طيب هو الكيلو وات ساعة النهاردة بيكلف الدولة كام؟ معالي الوزير قال رقم وهأكده تاني، 223 قرش. ده تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة. طيب متوسط شرايح المنزلي كام؟ احنا كانت الفكرة ايه؟ ان دايما بندعم اول 3 شرايح وبندعمهم وحنظل ندعمهم. انا باكد على هذا الموضوع بصوره كبيره جدا. انا عايز اقول لكم ان الشريحه الاولى حاليا الكيلو وات ساعه بتاعها 58 قرش مقابل 223 قرش التكلفه الفعليه اللي على الدوله. الفكره كلها كانت بتقوم ايه؟ ان انا يبقى في دعم يعني متبادل، ان انا احمل الشرايح الاكثر استهلاكا ارقام اعلى تغطي ده، وايضا في الانشطه الاخرى اللي غير سكنيه زي النشاط التجاري بعض الأنشطة الاستثمارية، وبرضو بتبقى عنا على الصناعة عشان ما دورش الصناعة بصورة كبيرة. ما هي دي محددات. فبقت النهاردة المشكلة ان بقت وزارة الكهرباء، انا عايز اقول لحضراتكم فاتورتها الشهرية اللي المفروض تدفعها للبترول عشان المواد البترولية اللي بيجيبها لها 15 مليار جنيه. دي فاتورة الشهرية. طب الكهرباء بتدفع منها كام؟ 4. لان على قد الفاتوره والاجمالي المتحصلات اللي بتاخدها نتيجه لان في فرق سعر كبير جدا في الكهرباء. طب ايه البديل؟ ما هو البديل ان يعني يا اما لازم نشوف حل لتدبير هذه الموارد، وده اللي عملناه على مدار الفتره اللي فاتت، ولكن مع زياده معدلات الاستهلاك والاحتياج لارقام اكبر كان الخيار اللي قدامي ان احنا نطلع على مدار السنة ونص اللي وقفنا فيهم الأسعار، نطلع بالأسعار بصورة كبيرة عشان توازن ويبقى عنده موارد يقدر ان يديها للبترول، فالبترول يقدر يجيب له المواد البترولية اللي تشغل له المحطات. لكن ده ما عملناهوش. فكان الحل البديل ان احنا نضطر الى تخفيف الأحمال الساعتين او الساعتين وربع اللي هم بيحصلوا النهاردة. بالتأكيد احنا حاسين، وانا حاسس قد ايه الناس متضايقة ومتأزمة من هذا الموضوع، لكن النهاردة انا بدي لحضراتكم الصورة بمنتهى الوضوح. احنا كنا مراعيين بصورة كبيرة جدا 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 ان احنا كنا في فترة بقدر الامكان بحاول محملش المواطن اعباء اضافية. كان في اسعار السلع اللي عمالة تتغير نتيجة لازمة الدولار وتسعير الدولار اللي كان في السوق السوداء والسوق الموازية، وكنا بنسمع كلكم أرقام 70 و80 و100 للدولار وبتتسعر عليه السلع، والمواطن كان بيقول طب يعني مش ممكن كنا في نفس الوقت أقول كمان هزود معاها كهرباء وأزود حاجات تانية، بالتالي هيبقى صعب علينا. فاحنا قبلنا كدولة إن احنا نتحمل هذه الأرقام، بس الأرقام دي خدوا بالكوا بتبقى دين، والدين بنروح الدولة بتستدين وبتسدده بأسعار فايدة وليست بقليلة. وبالتالي احنا عايزين كل هدفنا النهاردة ازاي نقلل هذه الفاتورة، فاتورة الدين، وازاي ان احنا نرجع تاني في نوع من التوازن. عشان كده
انا كلفت، لان دايما معالي المواطن انا عارف وبسمع كل يوم وبتجيلي على مواقع المجلس الوزراء وكل حاجه الشكاوى، انتوا امتى هتخلصوا موضوع قطع الكهرباء؟ انا كلفت الوزيرين، وزير الكهرباء والبترول، ان هم يحطوا سيناريو واضح ازاي مع انتهاء التوقيت الصيفي نوقف تخفيف الاحمال. يعني بنتكلم نوفمبر او ديسمبر بحد اقصى نتوقف عن هذا الموضوع. الموضوع ده هيتطلب ايه؟ ان لازم يبقى فيه موارد، ولازم نبقى واخدين بالنا، لازم يبقى عندنا موارد علشان نقدر ان احنا نجيب الكميات والمنتجات البترولية اللي تمكننا ان احنا نحقق هذا المستهدف. عشان كده انا طلبت مرة اخرى من السيد وزير الكهرباء يضع خطة اخرى لمدة 4 سنين ازاي تدريجيا ان احنا نحرك اسعار الكهرباء بحيث تكون دايما الفئات القليلة مدعومة بصورة كبيرة، ولكن على الاقل نبدأ بعض الانشطة الاخرى هي اللي تدعم جزئيا هذا الموضوع. انا بس بودي حضراتكم ان احنا لازم بنتحرك في هذه الاجراءات علشان نعيد تاني الاستقرار للمنظومة. الدولة لا يمكن تتحمل الى الابد هذه الفاتورة المتزايدة من الدعم. نيجي اخر حاجة لموضوع البترول، ويمكن معالي وزير البترول ويعني سيادة الرئيس لما كنا بنتكلم على قد ايه النهاردة دعم المنتجات البترولية. عايز اقول لحضراتكم ان مع البرنامج الاصلاح المرحلة الاولى كانت في 2016 كانت هي دي احد اهم مشاكل الدولة المصرية. نجحنا على مدار منذ بدء تبني البرنامج، وصلنا سنة 21 ان لم ليعد هناك دعم للمنتجات البترولية بخلاف فقط انبوبة البوتاجاز والمازوت اللي بيروح للافران بتاعة الخبز البلدي المدعم، ودول هيظل دايما هيبقى فيهم نوع من الدعم. كان ساعتها فاتورة الدعم سنة 21 19 مليار جنيه اللي هم يمثلوا الأنبوبة مع المازوت. حصلت الأزمة وبدأت نشوف أرقام زي ما وريت حضراتكم، 54 92 للبرميل، ودلوقتي 85 87. طيب معاها حصلت الأزمة الاقتصادية ومعاها حصل تحريك لسعر الدولار، فبقى عندي عاملين، عامل السعر العالمي نفسه بتاع الدولار اللي هو المنتج نفسه زاد بالدولار بره، وايضا موضوع فرق السعر. طب احنا هل رفعنا الاسعار بهذا الكلام؟ بالتأكيد لا. طيب ايه الحل؟ لان لازم النهاردة ارجع تاني للي انا كنت عليه في 21، ان احنا نصل الى ان كل المنتجات البترولية قادرة انها تغطي نفسها. مشكلتنا دايما هو السولار. ليه؟ لان السولار ده داخل في كل شيء، بدءا من مكنة الري بتاعت الفلاح البسيط اللي بيزرع بيها، للتروسيكل اللي بينقل عليه، للسيرفيس والميكروباص اللي بينقل المواطنين، لكل العربيات النقل اللي بتنقل البضائع. فبالتالي بنبقى متحسبين واحنا بنزود عشان تداعياته على ارتفاع الاسعار. ولكن لازم نضع خطة واضحة، ودي وضعناها، وانا بأكد لحضراتكم ان احنا نرجع تاني لهذا التوازن بنهاية عام 2025. بنهاية عام 2025 بطريقة متدرجة نرجع تاني للتوازن في اسعار المنتجات البترولية. هيظل السولار حتى بعد 2025 مدعم، مش سعره الحقيقي، لكن منتجات البنزين تكون بتعوض الفارق. لكن كدولة لازم هو دي الإجراءات اللي لازم ناخدها عشان نظبط الدولة ونظبط احتياجات الدولة. عشان كده كنت بذكر حضراتكم ان احنا ربنا كرمنا بصورة كبيرة جدا 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 لما خدنا الإجراءات اللي فاتت على مدار الشهرين اللي فاتوا، وقدرنا نعيد الثقة تاني جوه السوق المصري. وقلت لحضراتكم احنا ما خلصناش، احنا بنبدأ ومحتاجين نكمل منظومة الإصلاح الاقتصادي، وقدامنا سنة عقبال ما نقدر فعلا نقول تجاوزنا بحق وحقيقي الأزمة. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. انا عايز بس ادي لحضراتكم رقم، لان دايما بيتقال ايه، طب هو فين انتاج زهر؟ هو فين هو احنا صحيح في عندنا مشكلة؟ استهلاك مصر، ما تحتاجه مصر واستهلاكها من مواد بترولية
وغاز طبيعي، وكل ده عشان يشغل بلد فيها 106 مليون بني آدم. الفاتورة بتاعتنا 55 مليار دولار أمريكي في السنة. دي استهلاكاتنا، دي الفاتورة بتاعت السنة اللي فاتت. ربنا ادانا يعني نعمة ان 33 تقريبا مليار منهم بيطلعوا من الأرض المصرية، وبالتالي هم دول تكلفة 33 مليار بس نعملهم بالجنيه، ما بدفعهمش دولار. بس في الآخر ما هو لو كان عندي قدرة وفائض كنت هعمل فيهم ايه؟ كنت هصدرهم ويجيبوا لي دولار. لكن النهاردة 33 مليار من المنتجات اللي بتخرج من أرض مصر بتستهلك كاحتياج دولة، يتبقى 22 مليار. 22 مليار دول فاتورة حاجتين. الشريك الأجنبي اللي عامل معايا حقوق الامتياز واللي بيخرج الغاز من حقل زهر وخلافه من المشروعات، وده لازم بدفعها له، وأيضا ما يتم استيراده بقى من منتجات. 22 مليار محتاجينهم. طب احنا الفترة اللي فاتت عملنا ايه عشان نقدر وما نزودش الأسعار بالصورة كبيرة جدا على المواطنين؟ اضطرينا ان احنا نيجي، انا بقولها بمنتهى الشفافية، نيجي على الشركاء الأجانب نأخر سداد مستحقاتهم. والموضوع ده مش سر، واتقال ان عندنا يعني كانت أزمة قبل ما الحمد لله موضوع الاستقرار بتاع سعر صرف الدولار دلوقتي ونبدأ النهاردة بدايات الانفراجة، كانت عندنا مشكلة كبيرة جدا في متأخرات الشركاء الأجانب. المشكلة في ايه؟ ان لما بيتأخر الشريك الأجنبي ده بيبدأ يأخر استثماراته جوه البلد، فما يقدرش يطلع لنا، بدل ما كان عندنا توقعات يبقى انتاج جديد يجي من غاز وبترول بيتباطأ ويبدأ يتأخر. فعشان كده كل شغلنا الشاغل نرجع هذا الموضوع، وعشان كده وجهت السيد الوزير البترول والمالية هنبدأ الأسبوع الجاي بسداد 20-25% من المتأخرات، ويتم جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب. ده عشان نحل الأزمة. لكن يبقى إن النهاردة عندي هذا الدعم الكبير جدا اللي وصل. هيبقى السنة الجاية محطوط كام في موازنة الدولة؟ أنا بقول لحضراتكم سنة 21-22 كان كل الرقم 19 مليار، السنة الجاية محطوط 155 مليار جنيه دعم للمواد البترولية. ليه؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم هنحط خطة من هنا لغاية ديسمبر 25 نحاول نرجع للتوازن إن شاء الله، لكن في خلال هذه الفترة لازم أنا كدولة أدعم، يبقى مضطر إن أنا أحط الرقم ده كدعم إضافي علشان نقدر نتجاوز هذه الأزمة. أنا بشرح كل هذه الأرقام وعشان يبقى كل مواطن عارف إحنا شغالين إزاي، وكدولة في إطار التحديات حاولنا إزاي وبنحاول وحنحاول نخفف من الأعباء بقدر الإمكان، ولكن لازم هنبقى عارفين إن هناك فاتورة كبيرة جدا بتتزايد، هي مش ثابتة، عمالة تتزايد، ولازم بنجري وراها. كل همنا إن إحنا ازاي نصل الى التوازن في حاجات معينة عشان بجد نفضل الدعم الحاجات المهمة للمواطنين المستحقين ياخدوها، وده اللي بيحصل. يا جماعة فاتورة الدعم السنة الجاية 636 مليار جنيه، السنة دي اللي هي اللي هتخلص 30/6 كانت 530، يعني مزودين 20%، يعني الدعم ما بيقلش، الدعم بيزيد. وده ياخدني يعني عشان اختم كلامي بأن ابتدت أراء كثيرة جدا، وكانت الأراء دي دايما بتطلع وليها وجهتها، بيقول أن الدولة المصرية محتاجة أنها تتحول إلى منظومة للدعم النقدي وليس الدعم العيني. بمعنى أن يبقى هناك فكرة أن بدل ما أنا بقول بدعم رغيف العيش وبدعم السلع التموينية وأنبوبة البوتاجاز وبعض الخدمات، طب ما أنا أدي رقم أحسب الدولة بتتحمل قد ايه متوسط على المواطن، ودي هذا الرقم للمواطن في ايده، وبالتالي يبقى الاسرة، لما بقول الاسرة فيها 5 أو 6 يبقى الرقم اللي كان للفرد يتضرب في 5 و6، يبقى معهم رقم معتبر يقدروا بناء على ذلك يقدروا هم احتياجاتهم يشوفوا هو عايز ايه، ايه الاولوية بالنسبة له. الكلام ده انا عمالين بنتابعه وبنستمع ليه وبجتمع مع خبراء في هذا الكلام، ولكن اعتقد على المدى المتوسط هذا هو الحل الحقيقي لمصر،
ان هتظل منظومة الدعم، هتظل منظومة الدعم بس تبقى محوكمة ويبقى رقم كلنا عارفينه، والرقم ده مش هيبقى ثابت، الرقم ده ممكن بيزيد كل سنة مع التضخم مع أرقام معينة، فبالتالي هو بيزيد مش بيبقى ثابت. ولكن عشان نضع تفاصيله وآلياته الموضوع محتاج حوار مجتمعي. عشان كده يمكن أنا هنا النهاردة بعلن إن هذا الموضوع محتاج إن احنا نفكر فيه ونضع ليه ضوابط وحلول وأفكار، وهنستعين إن شاء الله بالحوار الوطني. الحوار الوطني بيمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وأيضا الخبراء الاقتصاديين يضعوا لنا، وأنا هحدد نهاية 24 ديسمبر 24 أن يطلعوا لي بتصور هل هو ده النموذج الأفضل لمصر أم لا. إذا كان هو ده النموذج الأفضل، طب آليات تنفيذه تبقى إزاي، بحيث لو حصل عليه توافق ممكن نبدأ تطبيقه تدريجيا من العام المالي 25-26، لان ده هيبقى محتاج اليات تنفيذ كتيره جدا. فبالتالي مصر محتاجه انها تتحرك في هذه المنظومات كلها بثبات في طريق اصلاح اقتصادي حقيقي. احنا كل هدفنا من كل المشروعات اللي حضراتكم بتشوفوها نمو وخلق فرص عمل وبنيه اساسيه وتمكين للقطاع الخاص انه فعلا يقود الدوله ويزود موارد الدوله من العمله الصعبه ومن الانتاج ومن تقليل فاتوره الاستيراد. وده شغلنا الشاغل وده اللي قاعدين عليه. احنا مش فقط بنبص على فاتورة اعباء موجودة على مدار الشهور ولا السنة الجاية، انا ببص لقدام، وان حل الدولة وزي ما بقول لحضراتكم وواثقين بزيادة مواردنا وانتاجنا نقدر في خلال 3 سنين نكون واصلين لهذا التوازن، يبقى ساعتها الدولة غير معرضة مرة اخرى لقدر الله ان يحصل هذه النوعية من الازمات اللي احنا موجودين فيها. أنا آسف إذا كنت طولت على حضراتكم، لكن كنت حابب إن احنا نعرض قدام حضراتكم الصورة كلها بصورة شاملة بأرقامها كلها، علشان يبقى المواطن احنا كلنا في بعض في مركب واحد، هدفه إن الدولة دي تتقدم بينا كلنا، وإن شاء الله ده هيحصل بإذن الله، وبشكر حضراتكم جميعا. تابعنا مشاهدينا الكرام مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب جولة له في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، وتفقده أيضا لعدد من المنشآت الصناعية في قطاعات مختلفة. وللتعليق على ما أورده من تصريحات ومعلومات رئيس الوزراء في هذا المؤتمر الصحفي، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور عمرو أهلا بك. تحياتي لحضرتك يا فندم والأستاذ المشاهدين. أبرز ما استوقفك من تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي انتهى قبل قليل؟ أولا هو تنفيذ تكليف السيد الرئيس للحكومة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء بمصارحة الشعب وإطلاع الشعب على تفاصيل الدعم وتفاصيل الموارد المخصصة للمواد البترولية لرغيف الخبز، أيضا ملف هام جدا وهو ملف الكهرباء، بالإضافة إلى التصدير والاستيراد والحصيلة الدولارية. دولة رئيس الوزراء تعرض لمجموعة هامة جدا 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 من الأرقام الهامة جدا التي يجب أن يفهمها المواطن حتى يتفهم ما يحدث في الدولة من سياسات تحاول تستجيب للتحديات الاقتصادية والأزمات الاقتصادية الموجودة عالميا التي مررنا بها خلال ال4 أعوام الماضية. ويمكن دولة رئيس الوزراء اليوم أفاض واستفاض في عرض لي مؤشرات ميزان المدفوعات والصادرات والواردات، مؤشرات الدعم الموجه للمواد البترولية لرغيف الخبز، وأيضا الموارد والاستخدامات للدولة المصرية وأجهزة الحكومة. وبالتالي أهم ما يلفت الانتباه في هذه التصريحات أن
هذه التصريحات نفسها جاءت استجابة لتوجيه رئاسي بالمكاشفة والمصارحة والشرح للمواطن البسيط لهذه الأرقام الاقتصادية. يعني ببساطة خليني أترجم تصريحات دولة رئيس الوزراء لأهالينا. رغيف الخبز تقريبا احنا بنتكلم على ان كل شهر عندنا تقريبا حوالي 10 مليار جنيه كل شهر بتقدمها الحكومة المصرية دعما لرغيف الخبز. يعني احنا بنتكلم تقريبا بحوالي 300 مليون جنيه كل طلعة شمس دعم يجب على الدولة توفيره لأهالينا من المواطنين عشان يفضل يشتري رغيف الخبز بخمس قروش، وده ناتج من زيادة في أسعار القمح محليا، زيادة في أسعار القمح عالميا في السوق العالمي نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ايضا زياده اسعار المواد البتروليه رغم ان دوله رئيس الوزراء قال ان احنا وصلنا لحاله توازن في عام 21. يعني المواد البتروليه ما بقتش باستثناء السولار ما بقتش الدوله بتدفع لها فلوس من الموازنه الا ان التراجع في قيمه الجنيه المصري وتغير قيمه الدولار والحصيله الدولاريه ادى الى ان العجز يكون موجود. ايضا ان الغاز الطبيعي لمصر لا يفي الا باحتياجات 60% من احتياجات الكهرباء في مصر ومحطات الكهرباء اللي بتعتمد على الغاز الطبيعي، وان هذا العجز محتاج الى سده من موارد اخرى. واشاره دوله رئيس الوزراء الهامه جدا 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 كانت الناس من 4 سنين قبل ما يحصل الانقطاع في الكهرباء او قبلها من 7-8 سنين اظن في 2016 ان لم تخني الذاكره، كان البعض بيستنكر تعاقد مصر على بناء محطات نوويه في الطبعه ودخول مصر للعصر النووي، ويتساءل لماذا هذه المحطات، وقد تم حل مشكله الكهرباء من خلال محطات الكهرباء اللي تم بنائها خلال الفتره من 2014 ل 2016 وما تلاها. انما في الحقيقه الدوله المصريه اللي كانت بتنتهج التخطيط العلمي السليم كانت بترتقي ان الزياده السكانيه ل 2.5 مليون مواطن اللي بيزيدوا كل سنه الى جانب التوسع اللي بيحدث في قطاع المشروعات القوميه البنيه الاساسيه والقطاع الصناعي لاننا نحتاج الى تنميه اقتصاديه، بيعني مزيد من التوسع في الطاقه و طلب مزيد من الطاقة الكهربائية في مصر، وبالتالي شفنا التوسع في الطاقة الشمسية في بمان، في طاقة الرياح في العين السخنة والبحر الأحمر، ولكن هذا وحده لا يكفي مع الضغط على الموارد الدولارية. عشان كده دخول إن شاء الله محطات الطاقة النووية خلال السنوات القادمة إلى الخدمة هو حل هام جدا 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 لهذه الأزمة، جنبا إلى جنب مع أهم ما طرح اليوم في المؤتمر الصحفي من وجهة نظري وهو ما اختتم به دولة رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي الخاص به، هو فكرة التحول إلى الدعم النقد. الحقيقة الفكرة دي عديد من الاقتصاديين وأنا منهم بالنادي بيها منذ سنوات كثيرة جدا جدا جدا، وربما منذ سنتين ثلاثة نقدر نقول مع تواصل قواعد البيانات والتحول الرقمي وتوجه الدولة ان احنا بقى عندنا قاعدة بيانات للعمالة المؤقتة اللي كل شوية الدولة بتدعمهم، قاعدة بيانات اللي عليها ميكانة البطاقات التموينية، بنشوف وزارة المالية بتميكن قاعدة الضرائب والممولين، بنشوف الدفع الإلكتروني من خلال البنك المركزي والتطبيقات زي انستا باي وغيرها من الظواهر الخاصة بالتحول الرقمي جوه الدولة المصرية وبداخل الدولة المصرية. شركة عريقة لميكانة المدفوعات الحكومية أصبحت موجودة وليها اسم كبير
وميكانة المعاملات في المصالح الحكومية، في المرور، في الجامعات، في الوزارات وهكذا، آن الأوان إلى أن يتحول ملف الدعم العيني إلى دعم نقدي. دعوة رئيس الوزراء اليوم لحوار مجتمعي واضح بإطار زمني محدد قبل نهاية ديسمبر تكون مخرجاته تسلم إلى الحكومة لتضعها في الاعتبار اعتبارا من العام القادم بشكل تدريجي، أن يكون هناك مخرجات للحوار الوطني ما بين الخبراء وممثلي المجتمع. وأتصور دون أن نقفز إلى نتائج من هذا الحوار، لكن لن نعيد اختراع العجلة في الدولة المصرية. الدول النامية التي نجحت في التخلص من ملف وعبء الدعم وترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه تخلصت من الدعم العيني وحولته إلى ما يعرف بالدعم النقدي. وبالتالي هذه فرصة هامة جدا جدا جدا، وأعتقد أنها ستكون تغير الجذري في إدارة الاقتصاد المصري بالانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. شكرا لك دكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، كنت معنا عبر الهاتف. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية للمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. إلى اللقاء.